انا طبعا شاكر جدا للكلام القيم اللي بيقوله استاذنا الاستاذ جمال الغيطاني، والكلام اللي بيقوله هو يعني سيف على رقاب الجميع، يعني زي ما بيقولوا. يعني انا بحييه طبعا، وعاوز اقول له ان انا مهتم يعني بقدر يعني كبير جدا بموضوع الاثار، لكن طبعا زي ما هو جمال دي قال الاثار مسؤوليه وزاره الاثار، واحنا احنا يعني البيئه الحاضنه للاثار، لكن المسؤوليه الكبيره خاصه بوزاره الاثار. وانا القضيه اللي هي اتكلم عنها استاذ جمال، وهي موضوع توحيد الجهود، احنا بالفعل عرضنا على رئيس مجلس الوزراء، وفعلا بالفعل طلب قرار بتشكيل لجنه مسؤوله عن الحفاظ على الطائره التراثيه، فيها بالفعل وزاره الثقافه ووزاره الاثار ومحافظ القاهره ووكيل الاوقاف، عشان النقطه المهمه اللي قالها الاستاذ جمال اللي هي خاصه بموضوع موضوع التنسيق. وانا يعني بالتشاور مع وزير الاثار دايما انا بقول له اي يعني تعدي على الاثار هو شايف انه لابد من التعامل معاه بسرعه، احنا مستعدين في اي وقت، وانا قلت له لكن طبعا هو يحتاج التواصل مع شرطه الاثار ومديريه امن القاهره لعمليه التامين، لكن احنا كمحافظه القاهره بمعداتنا وبكل اجهزتها احنا على اتم استعداد للتعامل مع اي تحديات بتحدث يعني. لكن انا عاوز اقول ان في بعض النجاحات موجوده زي في شارع المعد، زي ما جمال دي والساده الامنيه يكونوا يعني ملاحظين. ايضا الان في هناك اهتمام كبير جدا بمنطقه عمرو بن العاص والكنيسه المعلقه، وكل هذه المنطقه مجمع الاديان، هناك عمل مهم جدا بيتم في هذه المنطقه في الوقت الحالي. ايضا في الوقت الحالي تم عمل اعاده تخطيط لكل الميادين المرتبطه بالمساجد الاسلاميه المهمه في القاهره، سيده زينب وسيده نفيسه وسيده عائشه، وهنبدا في التنفيذ مباشره بعد اجازه العيد مباشره، وهيشهد الجميع ان هناك يعني تطور مهم جدا.